سليمان جزائري عايش في فرنسا ومن باريس جيت لمراكش بار ترانزيتي بار طنجي ومن طنجي لهنايا بار تران ونشوف المنتخب الجزائري وان شاء الله يكون يعني مستوى ويدي لا فيكتوار كونتر بوركينا فاسو où il y a tout, de toute façon ils ont pris peut-être un peu de plus lors du dernier match qu'ils ont gagné 8-0 contre le Djibouti ou inchallah يكونوا بس ولا اسمها استقبال يعني ما شاء الله في طنجة والله في مراكش وراكم شفتوا توان با دابري لي ريزو سوسيو الاستقبال نتاع المنتخب الجزائري في المطار تاع مراكش يعني ما شاء الله ما شاء الله احنا ما قدرناش نشوفوهم سي دي زورد كي زون تي دوني بنو با لي اسمها لي ديرونجي مي ان شاء الله جو في فير مون بوسيبل دو لي رابروشي والسلام عليكم. معكم طالبة مريم طالبة بسيك الماستر مغربية الأصل من أب مغربي وأم جزائرية. جينا اليوم إلى مدينة الدار من مدينة الدار البيضاء إلى هنا مراكش الحمراء لمناصرة المنتخب الوطني الجزائري ونبغي نقول لهم أنا باسمي وباسم المغاربة كافة بأننا نحن منتخبين يعني شعبين شعب واحد خاوة خاوة دائما وأبدا وغنبقوا بإذن الله مناصرين أوفياء للمنتخبين معا المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري وبإذن الله كنتمنى غدا إن شاء الله يكون الفوز حليف المنتخب الوطني الجزائري في مباراة بوركينا فاسو والجزائر غدا بإذن الله ونشكركم يعني انتم الطاقم الصحفي على هذه الندوة هذه وشكرا جزيلا لكم. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.